الأستاذة فوزان سليم اللي تم الإلغاء تكليف ديالي من مهمة التدريس بثانوية الإعدادية تبودة مديرية الإقليمية تاونات بالرسم سنة 2021-2022 بدعوى عدم القدرة البدنية على مزاولة المهنة. أنا أثناء التكوين بالمركز الجهوي المهن التربية والتكوين فاس بالضبط في يناير 2021 صابت بواحد المرض على مستوى المخيخ اللي أدى لعدم التناسق الحركي في الرجلين، يعني عدم المشي بطريقة سليمة. يعني هذا الأمر هذا ما عمره أنه صرفني على إنهاء التكوين ديالي أو ممارسة المهام المقولة إلي كأستاذة متدربة. تخرجت من بعد التخرج ديالي تكليف بتبودة، مشيت النهار الأول نهار السبت يوم الاثنين المدير عطاني إلغاء تكليف. بالنسبة لهذا الملف هذا مشينا للأكاديمية النهار الأول، قال لك أسيدي خصتك تلاقي المدير الأكاديمية لأننا حنا ما عندنا ما نديرولك. مشينا للكتابة العامة، قال لك المدير الأكاديمية ما يمكنش يتواصل معنا كشخص، إذا خاصو يعقد واحد الاجتماع يكونوا فيه جميع الأطراف الحاضرة لأنه هو ماشي بوحده يمكن له أنه يتخذ القرار. بقينا كنتسناو فين ما نسولوهم على الاجتماع تيقول لك باقي في الاجتماع، لا مازال حقه مازال هادي، يعني كيتماطلوا في هذا الملف هذا باش في الأخير يديروا الملف تقادم ويديروا لي طرد أو لا فصل. وأنا الآن كنطلب منكم أنكم تساندوني باش نرفعوا هذا الحيف الممارس عليا وباش انني حتى انا نضمن التمتع ديالي بالمساواه الكامله في الحقوق كباقي الزملاء، يعني ندخل القسم ديالي وندرس كاستاذه، لان هذا العطب اللي في الرجلين ماشي سبب على انهم يفصلوني.